تلعب الزراعة البستانية دورا كبيرا في الاقتصاد المحلي لمواطني محلية بارا، بما لها من أثر كبير على أسواق الخضروات، خاصة سوق مدينة الأبيض عاصمة الولاية. ومع السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تحرير أسعار المحروقات والتي أثرت سلبا على العملية الإنتاجية بزيادة التكاليف التشغيلية المتمثلة في زيادة أسعار المحروقات وندرتها في بعض الأحيان، فلجأ المنتجون للبدائل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية في عمليات الري عبر أعمال أحمد محمد خير محمود. فانسابت المياه تروي عطش الأرض، فتزدهر الجناين مرة أخرى بتمويل من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية فرع بارة. نحن في مناطق الخيران، أبو قايدة والحمرة ومنطقة البشيري ومناطق الطويل، لتفقد مشروعات التي قام مصرف الادخار فرع بارة بتنفيذها، وهي عبارة عن 18 مشروع طاقة شمسية. وتم تنفيذ هذه المشروعات بشراكة من المنتج العميل محمد أحمد محمد خير، وبطلب من أصحاب المزارع في هذه المناطق المتفرقة. والحمد لله، يمكن ما رأيتموه بأم أعينكم هو يجيب على كل هذه التساؤلات، إن هذه المنطقة هي منطقة إنتاج. وهذه رسالة نوجهها لكل المسؤولين في المركز والمسؤولين في الولاية، بأن المصرف بإذن الله سينطلق في هذا المجال، مجال الزراعة البستانية، ليحقق مزيدا من الإنتاج. نفذ الفرع عدد 18 نظام للري بالاعتماد على الطاقة الشمسية. استفاد أصحابها من توفير مالية التشغيل والمحروقات، فكانت بردا وسلاما. فما حقيقة نحن قبل الاسبوع ده شغالين بالبابر والموتور التوازي، البابر صيني ولسه ارهقنا الموسم ده بالذات، بس الجاز وادع ومجاز ده ارهقنا الباب بتاع وكل الادخار، مولنا تمويل كافي في حدود الطاقة الشمسية من طرمبة إلى توازي إلى مدخلات زراعية. المهم مبلغ كان محترم ومكفي وكفان. هسه الوقت الحاضر ده نحن شغالين فترة الجاز دي، شغلتنا خلاص الحقيقة. عندنا بابور هدينا، عندنا بابور هدينا، وعندنا بابورين هسه مربوطات. ارهقنا اللي بالسيور وغيار الزيت قبل الجاز وقبل اي حاجه، بس الحمد لله رب العالمين افتحنا من حاجه اسمها جاز، ويجيب الزيت ويجيب الصناعي ويجيب الاسبير واي حاجه. المويه شغاله عندنا 24 ساعه بتصير مردنا نحن، مويه مكفيانا خالص. ريحانه خالص، ما عندنا فيها ثاني اي اشكاليه. وهسه نحن بنزرع قصاص سداده، يعني هسه نحن ده جرجير جواه اسود وداك اسود، وديك فوق هناك مزروعه باميه، ودي شطه قايمه دارين مساحتها محروسه نزرعها في الايام دي ان شاء الله، ومكفيه انا خالص.
أنا المزارع محمد أحمد النور جمعة، الأمين العام للجنة الزراعية بتنمية منطقة الخيران، مزارع في خور الرغاي، يعني منطقة الخيران. الحمد لله رب العالمين، أخذت تمويل من بنك الادخار قبل 3 شهور، وعملت فيه الطاقة الشمسية دي، شرطت زي ما بقولوا فاتورة الوقود للبنزين ومشتقات، والحمد لله رب العالمين الوضع يعني مشى أحسن كثير من أول، والموسم الحمد لله يعني ماشي كويس جدا جدا، وهسه منتجين كل أنواع الخضروات، أسود، بامية، جرجير، فجل، فلفلية، شطة. فمن ناشد ومن طالب بنك الادخار والتنمية الريفية الرئاسة أن تفك التمويل في الفرع في بارة، على أن أخواننا المزارعين في المنطقة يحزو حزونا، والمنطقة تنهض في الزراعة. أنا المواطن المزارع عبد الساتر إبراهيم عبد الكادر، منطقة البشير، مزارعين بحريين. الحمد لله نحن يعني نفتخر بأنه البنك الادخار وقف معانا وقفة في بتغيير نمط الري عندنا، وكذلك نشكر الجهات التي أتت بالمعينات الكهربية النظيفة وساعدت بأنه تغير لنا الوضع بتاع الري، لأنه نحن وصلنا لمتغيرات صعبة جدا جدا في خلال هذا الموسم. كنا بنعتمد على الوقود من الدولة ومدعومة، وفجأة نحن مع دخولنا للموسم تغير الوضع، السعر بقى حر، والناس دخلت في ورطة شديدة جدا جدا، مناطقهم كانت واسعة وزراعتهم واسعة، والوقود بقى إشكالية. فعندنا من البعض يعني سهل لهم رب العالمين بأنهم دخلوا الطاقة في مزارعهم، ونحن شفناها وشفنا يعني التغيير اللي حصل عندهم، وعدم يعني الضغط عليهم من ناحية مصادر المياه، يعني مصدرهم بقى نظيف بدون ما تكلفة بتاعة وقود أو زيوت أو سيور. فنحن ما أخذنا، لكن لينا النية بأننا يعني نخش في المجموعة دي وتكون عندنا يعني طاقة بديلة للوابورات، ولو أنه الوابورات نحن ما بنقدر نستغنى عنها كاملا، لكن بتكون وضعها كوضع احتياطي. فالبنك الحمد لله يعني وفر التمويل ميسر وبدون تعقيدات، ونتمنى نحن يعني البنك في الفترة الجاية، نحن في فترتنا اللي دايرين ناخد، أن تكون يعني الفترة اللي نحن يتمول فيها بالنسبة للطاقة تكون موازية لبداية الموسم الزراعي، عشان نحن ما نخش في أي يعني ضغوط بالنسبة لتسديد الأقساط. يعني إذا كان الموسم بيبتدي نحن كزراعات أولية في نهايات الخريف، دي بتكون على حسابنا، لكن من شهر واحد وانت ماشي قدام، يعني نحن من آخر شهر 12 أو منتصف شهر 12 تمويلنا يكون ميسر وسهل جدا جدا أننا نركب طاقة، على أساس أنه نحن في خلال شهر 5 و6 الواحد فينا يكون مقتدر بأنه يدفع القصد بتاعه، وبإذن الله الواحد بعد ما موته تكون اندلق الثاني، ما بكون عنده إشكالية. ونسأل الله أن العملية تكون فيها نوع من التوفيق، والإدارات العليا أنها تتفهم نحن عندنا الأراضي وعندنا الفهم وعندنا الناس اللي ممكن يشتغلوا الشغلانية دي، ونحن غير الزراعة ما عندنا أي عمل ولا طيب نحن نشكر والله ناس البنك الادخار، ونرجو من السيد المدير مدير بنك الادخار أن يفك لنا التمويل للمزارعين، لأنه الناس زي ما بيقولوا بقرت من الطاقة الموجودة حاليا. ناس عندنا وشغال، أغلب الناس عندهم النية شنو يخشوا الشغلانين، يستعجلوا لنا ويدونا يمولوا لنا، وبعدين برضو نحن عندنا وقت نمشي لهم هناك، أول لجنة بتاعتنا الزراعية تقعد معاهم بتوريهم برمجتنا في الزراعة هنا لقصة السداد، عشان بعد ما يكون في مضايقة. ويجزيكم الله عنا كل خير وإحسان، وربنا يعني يغويكم ويسهل أمورنا عادة الإنتاجية كما كانت قبلا، بل زادت نوعا وكما
ولاقت التجربة رواجا كبيرا لدى المنتجين، فاتجهوا يطرقون أبواب مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لنيل حظهم من التمويل. فكان أن أعلنت رئاسة المصرف إيقاف التمويل في هذه الفترة، فبثوا برسائلهم علها تجد الاستجابة، فليس من رأى كمن سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى رسولنا الكريم أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيف الدولة أحمد خليل مزارع ومن أعيان منطقة بارة والخيران. سعدت اليوم بمرافقة الوفد الذي يزور منطقة الخيران في إطار تقويمهم لتجربة الطاقة الشمسية للإمداد بالمياه في المزارع والسواقي في المنطقة، وهي تجربة رائدة في إطار الاتجاه إلى مصادر الطاقة النقية، ونأمل أنها تجربة نأمل أنها تعم هذه المنطقة. وهذه مناسبة لنشكر ونسمن الدور الذي قام به بنك الادخار في تبنيه مشروع تمويل المزارعين للحصول على الطاقة الشمسية، وقد كانت هذه جرأة وسبق ووعي كبير بمهمة البنك كمساهم في التنمية الزراعية والتنمية الاجتماعية، فوقد مول هذه المشروعات وبأريحية جعلت الكثير من المزارعين يتحمسون لامتلاك الطاقة الشمسية كأداة لإنتاج الكم المطلوب من المياه، إلا أن هنالك عائق قد حدث، أمر التمويل قد وقف ربما لسياسات عليا في قيادة بنك الادخار. ومن هنا نناشد إدارة ورئاسة بنك الادخار في أن تراعي رغبة المزارع في هذه المنطقة الواعدة، المنطقة الزاخرة بكل مقومات الإنتاج الزراعي في الخضر والبستنة، في أن تدعم هذا المشروع التمويلي ليعم هذه المنطقة الزراعية في بارة والخيران ومنطقة دميرة وخلافه من مناطق زراعية في هذا الإطار الجغرافي. أنا مهندس زراعي محمد عمر أحمد الجمري، إدارة الزراعة محلية بارة، ونحن حقيقة الليلة في طواف مع مزارعين المنتجين الخضر بالمحلية في منطقة الخيران مع البنك الادخار اللي هو عندهم شغل إنتاجي معه. حقيقة بنك الادخار مول المزارعين في بدائل الطاقة اللي هي الطاقة الشمسية، والناس بتعرف إنه الفترة اللي فاتت كان في مشكلة حقيقية في مسألة بدائل الطاقة الوقود، تكاليفه كانت عالية في الفترة اللي فاتت، ويمكن في فترات كان ينعدم، وحقيقة في عدد من المزارعين خرجوا من الإنتاج. فالطاقة الشمسية تعتبر لنا هي الحل النموذجي والحل الجذري لمشاكل الطاقة والوقود في المحلية. معروف إنه محلية بارة هي محلية بتاعة إنتاج بستاني، بكل الإنتاج البستاني في المحلية متوفر. بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا أعمال أحمد محمد طير محمود التجارية، مغرمة ولاية شمال كردفان الأبيض. إحنا متخصصين في استيراد جميع مدخلات الطاقة الشمسية والمعدات الزراعية والطرمبات الغاطسة، وكلاء لطرمبات فرانكلين الإيطالية وفيكتور التركية. صراحة يعني إحنا سعادة كبيرة جدا بزيارتنا لمنطقة الخيران
مع اخوتنا في بنك الادخار، ولفينا في جوله طيبه جدا جدا، واطمئنينا على شغل الطاقه الشمسيه والتركيبه، وان شاء الله نحن على استعداد انه يعني نوفر يعني اي مدخلات انتاج مدخلات طاقه شمسيه لاخوتنا في بنك الادخار. وصراحة يعني الناس دي قاموا بمسؤولية كبيرة جدا جدا تجاه أهلنا المزارعين في منطقة الخيران، والمنطقة دي منطقة واعدة، منطقة زراعية كبيرة جدا جدا، يعني تستوجب من الإخوة في إدارة بنك الادخار على مستوى المركز إنها تدي المنطقة دي أولوية واستراتيجية خاصة في التمويل. ونحن يعني من جانبنا بنوفر منتجات يعني ذات جودة عالية وبضمانات عالية لاستدامة المشاريع في منطقة الخيران وفي كل مناطق كردفان إن شاء الله. ومنتجاتنا فيها ضمانات عالية جدا ومتابعة وصيانة، وحقيقة أنا يعني بشكل صوت شكر خاص للإخوة في إدارة بنك الادخار زريع بارة، وأخص بالشكر يعني المدير الهمام أخونا كباشي لمبادرته الجميلة وسعيه الدؤوب في تطوير الزراعة في منطقة بارة. ونتمنى إنه المجهود ده يتوج يعني باستراتيجية تمويل حقيقية في مناطق الخيران، وشكرا جزيلا. وبين اهتدوا السعيد، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين مرتبهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا الشفيع كوكو أحمد محمد، ضابط إداري بإدارية المدينة، أتيت نيابة عن المدير التنفيذي وأخونا مدير إدارية ريفي بارة. بكل لطف والترحاب نتشرف بأخونا ممول المشروع الطاقة الشمسية محمد أحمد خير الله، والأخ مدير بنك الادخار، وكل الإخوة المزارعين، ونرحب بكم شديد أشد الترحاب لهذه الزيارة، وسعداء أن تكونوا بيننا في تدشين الطاقة الشمسية التي مولها بنك التنمية والادخار، بنك الادخار والتنمية الاجتماعية، والآن عكفنا على كل الطاقة والحمد لله وجدناها اشتغلت شغل جيد وآتت عقولها الحمد لله على حسب أقوال المزارعين أنها قللت تكاليف الإنتاج، حولتهم من التحصيل الماء والرش التقليدي المتمثل في البابورات من تكاليف قيار زيت ووقود وإزبيرات إلى طاقة شمسية حيث تستخدم بكل سهولة ويسر، ورأينا أنها هي تعتبر البديل الناجح. ومن هنا وجهنا الإخوة في لجنة المزارعين أن يقوموا بحصر كل المزارعين الذين لديهم رغبة في التمويل في كشوفات، ونناشد إخوتنا في بنك الادخار على مستوى المركز أن يفتحوا باب التمويل حتى ينعم مزارع ومواطني إدارية ريفي بارة إن شاء الله، وحقق إنتاج وفير من خلاله ممكن أن يساهم في تقليل الإنتاج تكلفة الإنتاجية، ومن ثم يضخ المنتج إلى السوق، ومن ثم بالتالي يقوم إلى تقليل الأسعار مما يؤدي إلى مساهمة في تقليل الأسعار في السوق، وهذا ما ننشده. ولا أفوتني أن أشكر كل الإخوة ساهموا في تدشين هذه المشاريع، عددها قرابة 18 مشروع، ونسأل الله التوفيق للجميع.
الحمد لله وبفضل الإله أخواننا ببنك الادخار جونا زيارة لتركيب الطاقة الشمسية وشافوا الأراضي الخصبة اللي قدامهم دي وبشرونا إن شاء الله لما يرجعوا يركبونها طاقة شمسية طوال. وسألونا وين الممول اللي أقصد المنفذ اللي ينفذ لكم، قلنا لهم عندنا منفذ أحمد محمد خير مغرف الويت، وقالوا لنا طوال نجيب الفواتير منه، وجبنا فواتير منه وبنك الادخار مولنا بالسرعة العاجلة من أخونا أحمد محمد خير، وهو جزاء الله خير يعني منفذ تماما للطاقة الشمسية، ونفذ لنا شغلنا بتاع الطاقة الشمسية عبر بنك الادخار. وبعدها جينا زيارة لبنك الادخار، جاء معنا بنك الادخار زيارة لهذا الموقع شايفوه عينكم، والسيد المدير مدير بنك الادخار وإصطافي، وعهدتهم قلت لهم إن شاء الله سداد الطاقة دي من إنتاج البصل اللي شايفوه عينكم دي، والوقت ذاك البصل أداب صغار. والحمد لله الآن جينا نشوف أول حصاد عندنا في المزرعة، وزي ما شايفين الحصاد أداب الحمد لله حصاد مبشر، ودي حجم إنتاجيته، والفضل يرجع لأخواننا ببنك الادخار، هم نفذوا لنا هذا المشروع بتمويله، التمويل الميسر، التمويل المسرع في أوانه. ونحن كمجموعة من المزارعين وغدوة لهم نفذنا، ونأمل أنه بقية أخواننا المزارعين يحظوا نفسي حظونا وشرطوا فاتورة الوقود والإزبير والسير والحاجات المتعباهم دي، لأنه الآن نحن الناس اللي أنتجنا بالطاقة الشمسية الحمد لله إنتاجنا وفير، هنسدد للبنك في مواعيده ويكون عندنا مدخر من الإنتاج. وجزا الله خير برضو أخونا أحمد محمد خير لما جيناه وقلنا له يا زول نحن حننفذ كذا كذا كذا، قال طوالي، رسل معنا عربيته ومعداته والبنك سدد له فاتورته. ده الإنتاج الآن شايفوه عينكم، دارين بقية أخواننا المزارعين لازم يحظوا هذا الحظ ويحظوا معانا، عشان ما يقولوا نحن في اللجنة برانا خمينا وشلنا ومشينا، لا نحن والله الحمد لله كنا خير نموذج اليوم، وده الإنتاج قدامكم، ونتمنى أن أخواننا كلهم البنك يقف معاهم وقفة زي ما وقف معانا نحن ويمولهم. أنا والله بصفتي كرئيس لجنة زراعية لمنطقة الخيران كلها نطلب من البنك البنك الادخار على مستوى الرئاسة أن يقف مع المزارعين ويشيل من أزرهم وفرهم الطاقة الشمسية حتى أخواننا يحظوا بهذا الحظ الحزينة. ونحن والآن شرطنا زي ما قلنا لكم فاتورة الوقود السير الإزبير، الآن الإنتاج أصبح يعني شبه الفري، لأنه كنا بنستهلك في الفترة الفاتت صفيحة الجاز ب 15 إلى 16 ألف معدل، اليوم الآن بمعدلنا بتاع الطاقة الشمسية الهسي أنتجت الإنتاج دون 3000، لما الواحد يحسبها في الشهر في اليوم دون 3000، يعني معدل شهرك حوالي 90 ألف، في ناس بتتجاوز 100 ألف، يعني حاجة لا تسوى باعتبارها شبه المجان. بقري قول عديل يا أخي في كلنا التمويل، يعني إحنا داني فك التمويل، يعني إحنا الآن نطالب رئاسة بنك الادخار لفك التمويل حتى أخواننا بقية المزارعين يعني ما يشوفون يقول إحنا لازم متقدمين شيل التمويل وصهينا منهم، نحن والله ما صهينا منهم، دارين الخضة كل المنطقة تكون ممولة بطاقة شمسية، وكلنا نكون سواسيا في الطاقة الشمسية وننتج إنتاجية وفيرة نستفيد منها نحن للاكتفاء الذاتي، وحتى الدولة ذاتها تستفيد منها في عوائدها في أطيانها في حاجات زي دي. شكرا. جون السحاب غنوني أمن حليلة، ودعت الفريق بالقمر رحيلة، ممشوكة الغوامة الضمرة نحسك حيلة، فاغت في البنزات وصفات وجيلة، حزنان النخل حتى الشذر نواره، والبلبل سكت رحل البلوم لدياره، يا زينة الشباب فيك البنات احتاروا، والعقل انشغل فقد الصواب في مساره. كردفان بلدي نجد مشتاق، أريد حسني شوقك الحراك، كردفان
بلدي نبيل المشتاق وريد حسنك شوقك الحناك. عفيري مالكة وطع القيزان أسقى أسهارك والعبين غزلان من عيون عليك أنا الولهان من عيون عليك أنا الولهان توحي للزايد طيبة والتحنان كل جبان بلدي شمال بل قصيدا بادر امشي تلقى هناك النام سادر النام سادر الغزل لو على البادر كردفان بلدي نجد الوشتان حسنك شريك الحراك Yeah.
ربي مثلنا عندي جنبلة ربي مثلنا عندي جنبلة ربي مثلنا شطبها نحس بتحمل رمانا كردوفان بلدي ليك جد مشتاق بريد حزنك شوقك الحراق كردوفان بلدي ليك جد مشتاق بريد حزنك يا الفريد حزني يا حبيبي 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 يا حبيبي